السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الزويزف، وين يعرض وين يجدد عرضه للمنتخب النيجر باستقباله يعني في الجولة الثالثة والرابعة في الجزائر. لكن حسب الصحافة الإعلامي النيجيري، يعني دخلوا نشوف جريدة رياضية نيجيريا، وين يرفضون يعني اللعب مباراة العودة في الجزائر، وين يختارون أخيرا البنين، يعني وين باش يكون على بالكم لقجع. ما عرض المغرب النيجر، والنيجر ما رفضت. هذه باش يكون على بالكم ناس هذيك الطريقه اللي قبل لي لقجع ومن يا ودي والله ما جاب عليهم كاع لقجع. يحضر باه يلعب كوبا امريكا، يلعب مع البرازيل، يلعب مع البيرو، يعني كل مباراه غادي يلعب مع تاع الامريكا لاتين. باش يكون على بالك لقجع راه يحضر المباراه وديه في اوروبا، يعني غادي يجيب المنتخب الالماني يعني في فترة توقف الفيفا. ماشي غير خطرة، دخلوا شوفوا، تبع وين تونس يتنيغوسي مع ايطاليا، تونس يتنيغوسي مع الطليان، يعني راهم كيما يقول لك راهم في مفاوضات متقدمة جدا باش يلعبوا مع الطليان ماتش. ما يكونش بيد الخطرة في الصيف. ناس كيفاش يتوجد خويا تاع احنا لهنا المالي باش تجيبها، تقعد تقارع كي اللي تشك، ولينا نقارعوا لي زيكي بلادفيرسير يحط عنده باش نامنوا. ماشي لهنا، ها شو وين وصلنا، رجال يتوجد بيتلعب مع الالمان، رجال بيتوجد بيتلعب مع الالمان في الصيف الجاي، في الصيف اللي راه جاي في توقف الدولي، وين غادي كاين لي ماتش عميكو غادي نلعبو كلش. ناس يتوجد باش تلعب مع الالمان، بيجيبو مضروب مع الالمان. خويا واه، روح تبع مليح، روح شوف مليح الناس كي تخدم، روح تبع الجريدة تاع البلد تاع الالمان واش هدرت. أن مفاوضات متقدمة مع الألمان، المغرب مع الألمان، خاطش راه منتخب عالمي، راه منتخب عالمي، يعني حقيقة هذه باش نتو. أنا ما كاني نقول لكم كيما هاك، في طول هذه بداية كل شغل يشعل النار تحتكم، هاكا بالك تتحركوا، بالك تديكم الغيرة، بالك تركبكم الغيرة. هذه هي بالك تركبكم الغيرة، على ربي ما نعرف خشانكم والو كاع روبير، ما عندكم شي روبير مكاش، مكاش ما راش عندكم كاع روبير. علاش والله ما زعمش دايروا لكم، والله ما نعرف اش راهم دايرين لكم. نيجر قلت لك انا بيلعب في البنين، قيني قال لك نيجر، انا قال لك قيني، على بالي شكون يدمر فيك نتايا، على بالي شكون يدمر فيكم. المشرف يقولك شوف مع وين نجيو لهنا، نيجر عندها السيادة تاعها، ونيجر فانيك بلد محترم وبلد يعني اللي عنده السيادة تاعو. وإقامة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتقديم عرض رسمي للمنتخب النيجر باللعب مواجهة المزدوجة أمام الخوض ذهاب وإياب على أرضية على أرض الجزائر، على غرار ما فعله المنتخب المغربي مع بعض من منافسيه خلال تصفيات مونديال 2022. وكشف موقع يعني عن تحرك رئيس الاتحاد الجزائري جهيد زويزف لاستغلال عدم توفير الملعب بمواصفات الدولية المطلوبة من طرف الكاف في النيجر وتجنب مشقة السفر شهر مارس القادم، لا سيما وأن اللقاء المزدوج سيتزامن مع شهر رمضان المعظم. ذات مصدر كشفت بأن الرد الأول من طرف النيجر جاء سلبيا
حيث أن المنافس الخوض مصر على استقبال زملاء رياض محرز في أرضية محايدة بعد استحالة استقبالهم في ملعب العاصمة نيامي، حيث أن البنين هي الأقرب لاحتضان المواجهة. قلت يا انت قالوك صايغ روح العب لهم، تاك تحوس انت تجيبهم لهنا، تاك تحوس تدير كيما المغرب. المغرب في ذاك البيريود كانت بيريود تاع كورونا بعد العودة من الكورونا، بصح ماتش دو باراج لعبت مع الكونغو الديمقراطية في الكونغو الديمقراطية علي روتور ماتش دو باراج، يعني كانت بيريود تاع باش يكون على بالكم. إيه ما انت دير كيما انت غادي تلعب، لا انت ما عندكش، انت ما عندكش، ما عندكش كلمة، لا الاتحادية تاعنا ما عندكمش زعما يعني تفرض روحك. خطرة الحاج باش يربح المالي خرجهم داهم لطنزانيا، داهم بوركينا فاسو، المالي خرجها معايا ويبكوا يتباكوا تاع المالي، وخرجهم وجاب لهم لجنة وجاب لهم وما قبلولهمش ستاد، دو ستاد تاعهم ما قبلوهمش، وداهم بوركينا فاسو 2013، داهم بوركينا فاسو قالوا خرج، خرج لي بوركينا فاسو، خرج لي خرج باش يكون على بالكم. ناس اللي تخدم، ناس اللي عندها كلمة تاعها، تخرجوهم. ليبيا ما عياش ليبيا كي دير تاك 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 تاك، قال من الناس خرجهم جابهم للمغرب وربحهم 1-0 والحاج محمد راهو راهو باك تعقلوا عليها، ربحهم 1-0. يا سبحان الله ضرب نتوما حاجة باينة، نتوما حاجة باينة جاية هذي بلادك. دروك نتايا ما نتا ما عندكش ما ما, ما عندك نتايا كيف في طولة تخلي الشاب دين عمارة وتربح روحك مع الشاب دين عمارة، روح تطرد في الشاب دين عمارة وتراسل على الشاب دين عمارة باش يطردوه من الاتحاد الافريقي، يدمروا فيك الناس اللي وراء السيطار، يدمروا فيك والمشرف تاعك يدمر فيك، خاطر يكره الشاب دين عمارة، لأن الشاب دين عمارة بين باللي ناس لعبوا قدام اللي يروحوا يلموا كوب دافريك داو 61 مليار، واحد يدي 6 ملايين واحد يدي 10 ملايين، واحد بينهم على ديك الناس ما قبلوش كارهين لضربك. وذات مصدر كشف بأن الرد الأول من طرف النيجر جاء سلبيا، حيث أن المنافس الخوض مصر على استقبال زملاء رياض محرز في أراضي محايدة بعد استحالة استقبالهم في ملعب العاصمة نيامي، حيث أن البنين هي الأقرب لاحتضان المواجهة، حيث يتجه المنتخب النيجر للعب في مدينة يعني مدينة في 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 البنين على أمل تحقيق مفاجأة أمام تشكيلة هذا المشرف التي ظهرت بعيدة عن مستواها خلال آخر فترات توقف الدولي بعد التعادل بهدف لمثله أمام مالي والخسارة بثنائية نظيفة أمام السويد. ويحتل المنتخب الوطني الجزائري صدارة مجموعته التي تضم إضافة إلى النيجر كل من تنزانيا وغندا برصيد 6 نقاط من انتصارين، ويسعى الخوض لضمان تأهله مبكرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا من خلال حصد علامة كاملة في مباراتين قادمتين والتركيز بعدها على التحضير للحدث القاري مع تجريب بعض الوجوه الجديدة المرتقبة التحاقها بتشكيلة المدرب يعني هذا المشرف للمنتخب الوطني الجزائري. ثم ما زال ما بان والو، يعني انت يا لاب خاطر انا كاين لاعبين، كاين وين لاعبين في المنتخب الوطني الجزائري، انت راك خايف ما تخاف ما والو، قبلهم روح العب لهم، العب لهم وما بغاو من حقهم. كافاني قال لك انا من حقي، انا قال لك نحوس نربح، صايك صايك قال لك نحوس نربح، يحوس يربح هذه الخطره راه باغي يربح. الله انت ما تجيش تفرض روحك عليه، ما غاديش تفرض روحك عليه، هو يحوس يربح سبحان الله. هذه هي قلت له على الله الدبر، الدبر مازال الحال، الدبر مازال الحال، مازال الحال.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش ديما نكونوا معكم بالجديد، واللي مشي ابوني معنا وصحيتو خوتي.